الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان ويتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. بوتين يبحث مع لوكاشينكو تطورات الأزمة الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي يطالب الصين بعدم مساعدة موسكو بالتحايل على العقوبات الغربية. الأمم المتحدة تعلن عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين في اليمن، وبدء لقاءات بين طرفي الحكومة وقوات الحوثي، ومصر ترحب بالقرار. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري والأمة الإسلامية بأسمى التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. ودعا الرئيس السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يعيد الله علينا وعلى كل الإنسانية بالخير واليمن والبركات. كما دعا الرئيس السيسي الله عز وجل في هذه الأيام المباركة بأن يلهمنا الصواب لما فيه الخير والنفع لنا والوطننا الغالي مصر، ويحفظ مصر وشعبها. هذا وقد تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقيات التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه الزعماء العرب والمسلمين عن أصدق تهانيه القلبية بحلول الشهر الفضيل، داعيا الله عز وجل أن يعيده عليهم وعلى شعوبهم بالخير واليمن والبركات. كما أكد الرئيس السيسي أن حلول شهر الصيام والقيام الذي اصطفى الله لنزول القرآن الكريم هدى للناس، وهو مناسبة مباركة للتمسك بالقيم النبيلة التي جاء بها، والتي تحثنا على تعزيز أواصر الأخوة والتضامن ونشر قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل عالم أفضل ومستقبل مشرف لشعوب الأمة الإسلامية ولشعوب العالم. كما بعث الرئيس السيسي ببرقية التهنئة إلى مسلمي مصر في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتلقى الرئيس السيسي برقية التهنئة بحلول الشهر المبارك من كبار رجال الدولة، عربوا فيها عن خالص تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام الرقي والرخاء. تقدمت قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. قالت السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشهر الكريم يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم منه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان. ودعت قرينة رئيس الجمهورية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها. كانت دار الإفتاء المصرية قد استطلعت هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا بعد غروب شمس اليوم، معلنة أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المعظم. وجاء ذلك بعدما تحقق للجان الشرعية من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا. تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم الجمعة الموافق الأول من شهر إبريل لعام 2022 من الميلاد هو المتمم لشهر شعبان لعام 1443 من الهجرة، وأن يوم السبت الموافق الثاني من شهر إبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1443 من الهجرة.
تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ودعا فضيلة الإمام الأكبر أن يكون هذا الشهر الكريم نقطة انطلاق لإحياء قيم التسامح والمحبة، وأن يخلص الإنسانية جمعاء من كل ما تمر به من حروب وصراعات وأوبئة. فيسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أبعث بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كما أبعث بتهنئة القلبية إلى أمتنا العربية والإسلامية ملوكا ورؤساء وأمراء وشعوبا، متمنيا للجميع المزيد من الخير والتقدم والرخاء والأمن والأمان. وفي هذه المناسبة الكريمة أتمنى على الجميع أن يجعل من شهر رمضان فرصة للتضرع للمولى سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان والسخاء والرخاء والسلام، وأن يرسخ في قلوبنا مشاعر التسامح والمحبة والتواصل فيما بيننا، وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا طمعا في رحمته وعفوه، وأن يختص برحمته وكرمه الإنسانية جمعاء وينقذها من كل ما تمر به من حروب وصراعات وأوبئة. أنا جبت فانوس لجاري، أنت جبت فانوس لمين؟ من عندكوا لما يفرح تبقوا كلكوا فرحانين. رمضان في بلدنا خير، شعر تسامح وخير. رمضان في بلدنا خير، شعر تسامح وخير. مع بعض يا رب دايما كلنا متجمعين، الفرحة في كل مكان، نتجمع كل أدان، والغايب طول السنة بيبان، نلاقي قصاد بيتنا. جايلك بفانوس ويمين، خد مني ما تكشفنيش. تسلم يا حبيبي وتعيش، ده كفاية لمتنا. أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية أن يوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية. وعبر تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، شددت السيدة انتصار السيسي على أن مصر تحتفل اليوم مع أيتامها، داعية الجميع لمشاركتهم فرحتهم في هذا اليوم ومحاولة تعويضهم عما فقدوا لرسم البسمة على شفاه. كل عام وكل طفل يتيم بخير. شاركت وزارة الداخلية الأطفال الأيتام الاحتفال بيوم اليتيم من خلال استقبالهم بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. وحرصت الوزارة على الاحتفاء بهم وتنظيم زيارات لهم بدور رعايا الأيتام وتقديم هدايا لهم ودعمهم معنويا، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لهم طوال العام. يوافق الاحتفال بيوم اليتيم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام، وهو يوم يتأكد فيه دعم مؤسسات الدولة والمجتمع لهم. وزارة الداخلية ومن خلال قطاعاتها ومديريات الأمن شاركت الأطفال الأيتام الاحتفال بهذا اليوم بخاصة ذوي الهمم منهم. مش هخاف من نهاردة الاختلاف، إني بقى مسمع لصوت، إني أقوى من الظروف، إن مصر بقيادتها السند من كل فقد وجهت دعوة لهم لقضاء يوم ترفيهي بأندية الشرطة بعدد من مديريات الأمن. انطلق الأطفال يرسمون على وجوههم التي تعلوها الابتسامات،
ومعهم رجال الشرطة في لوحة جسدت مدى الدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لهم وأسمى معاني الإنسانية والتراحم. فين تلاقي زيها أمن وأمان، أم توفي وعدها في كل ركن منها، تلقى ليا في مكان. طبعا الولاد مبسوطة جدا، طبعا اليوم ده بيبقى يوم مميز بالنسبة للولاد، بيحسوا ان في حد بيسأل عليهم. وطبعا وزارة الداخلية طبعا يعني مش بتأثر في الموضوع ده خالص بالنسبة لهم، هم متواجدين معهم على طول، سواء يوم اليتيم او غير يوم اليتيم هم متواجدين معهم على طول. الدعم الذي تقدمه الوزارة للأطفال الأيتام لا يقتصر على هذا اليوم فقط، وإنما على مدار العام باستقبالهم في أندية الشرطة والمواقع الشرطية المختلفة، وبزيارتهم في دور رعايتهم وتوزيع هدايا عينية على قاطنيها وإجراء كشف طبي عليهم. هو شكل من أشكال الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم. وزارة الداخلية تملي بتشرفنا بزيارتها، تملي في أي وقت بتبقى معانا في مناسباتنا كلها، بتيجي للأولاد على طول بصفة مستمرة، قاموا بكشف على الولاد، كشف الطبي على الأولاد، على مجموعة من الأولاد، مجموعة كبيرة، وصرفوا بيهم صرفونا الأدوية اللازمة برضو للأولاد. تحيا مصر، تحيا مصر وأمنها، فخر إني منها، أم سندى ابنها، والقيادة كلنا حن ودفاء. يوم اليتيم هو يوم يظهر فيه الجميع مدى الود والدعم المقدم للأيتام في كل مكان، ودعم وزارة الداخلية لهم متواصل على مدار العام للتخفيف عنهم ومعرفة متطلباتهم وتلبيتها، فهم جزء أصيل من هذا المجتمع يحتاجون إلى مساندته ودعمه باستمرار. احتفالات كبيرة أقامتها وزارة الداخلية بيوم اليتيم، القطاعات الشرطية ومديريات الأمن استقبلت الأيتام بأنديات الشرطة، وكذا نظمت زيارات لدور رعاية الأيتام بخاصة لذوي الهمم، في تأكيد على المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية للأيتام ليس في يوم اليتيم فقط ولكن على مدار العام. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. هذا وتواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أي أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 108 قضايا تموينية بمضبوطات تصل إلى 115 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية مختلفة، كما تم ضبط ما يقرب من 17 طن دقيق مدعم وسكر تموين وأسمدة مدعمة و5400 أسطوانة بوتاجاز، وذلك في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة. وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 12 طن، أما في مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 28 طن أسمنت. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو هاتفيا تطورات الوضع بأوكرانيا. تطرق الرئيسان لأفاق التنمية للعلاقات الثنائية وملفات التعاون الأخرى، كما تبادل الرئيسان التهاني بعيد الوحدة بين شعبي روسيا وبيلاروسيا والذي يحتفل به في الثاني من إبريل. أكد الكرملين أن الضربة الجوية الأوكرانية لمستودع وقود في مدينة بيلغورد الروسية لا توفر ظروفاً مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف. في المقابل أوضح وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا أنه لا يمكنه تأكيد أو نفي تورط بلاده بهجوم على مستودع الوقود بمدينة بيلغورد الروسية.
الأزمة الأوكرانية الروسية بلغت ذروتها، فبعد أن كانت العملية العسكرية في الداخل الأوكراني امتدت لخارجه، واتخذت كييف قرارات ربما لم تعرف عاقبتها، والوضع الميداني تطور إلى مرحلة خطيرة، فإلى نقطة الصفر عادت الأمور، خاصة في ظل المفاوضات التي لم تسفر عن أي شيء. طائرتان حربيتان أوكرانيتان هليكوبتر قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بلغرود الروسية، وذلك في أول اتهام لكييف بشن ضربة جوية على الأراضي الروسية منذ بدء العملية العسكرية قبل 5 أسابيع. العملية العسكرية الأوكرانية في الداخل الروسي هي إطلاق عدة صواريخ من ارتفاع منخفض، أعقبها هجوم عبر الحدود الروسية، مما تسبب في إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وكذلك أدى إلى نشوب حريق في 8 خزانات من 16 خزانا في المنشأة وإصابة 2 من العمال. لم يكن الحريق سهلا، فقد شارك في إخماده 105 أشخاص و31 آلية، لكن الشركة المالكة لمستودع الوقود قالت في بيان منفصل إن الحريق لم يسفر عن إصابات دون ذكر لأي معلومات عن سببه. هكذا تواصل موسكو معركتها بين التفاوض والضغط العسكري على أوكرانيا، وكييف ربما تسلك هي الأخرى نفس الطريق، خاصة في ظل دعم الدول الغربية لها. أكد حاكم منطقة شيرنيف أن روسيا تواصل سحب بعض قواتها من شمال منطقة كييف نحو بيلاروسيا. أوضح أن بعض القوات الروسية لا تزال في المنطقة، وأن الهجمات الصاروخية الروسية لا تزال ممكنة. من جهتها أكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه وفقا لأحدث التقييمات الاستخباراتية بشأن الوضع في أوكرانيا، فإن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على قريتي سلوبودا وروكاشفيكا الواقعتين جنوب مدينة شيرنيف. طلب الاتحاد الأوروبي الصين بتقديم ضمانات بأنها لن تمد روسيا بالأسلحة ولن تساعدها في التحايل على العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد العملية العسكرية على أوكرانيا. جاء ذلك خلال قمة عبر الإنترنت بين الاتحاد الأوروبي والصين. شهدت القمة مشاركة رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصيني لي كاشيانغ. وشدد المسؤولون الأوروبيون على أن أي مساعدة لروسيا ستضر بسمعة الصين على الساحة الدولية. من جانبه نبه رئيس الوزراء الصيني على أن بلاده تدعم محادثات السلام الأوكرانية الروسية بطريقتها، مؤكدا مناصرة الصين لحماية مبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية. أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن آخر إحصاءات الضحايا المدنيين بسبب النزاع بأوكرانيا بلغ 1276 قتيلا و1981 مصابا. ذكر المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة قد نجمت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية. أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار أكثر من 4.1 ملايين لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في فبراير، في 24 من فبراير. وقالت المفوضية إنه منذ 22 من مارس تباطأ تدفق اللاجئين بشكل ملحوظ إلى حوالي 40,000 عبور يوميا، واضطر أكثر من 10 ملايين شخص أي أكثر من ربع السكان إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثا عن ملجأ بالبلدان المجاورة، أما عن طريق البحث عن ملاذ آمن آخر بأوكرانيا. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أكثر من 30 بلدا ستحذو حذو الولايات المتحدة وتلجأ إلى احتياطها النفطي الاستراتيجي بمحاولة لخفض الأسعار مع تصاعد الأزمة الأوكرانية. أوضح بايدن أن أكثر من 30 بلدا قد عقدوا اجتماعا طارئا وقرروا أن يضخوا في السوق عشرات الملايين من براميل النفط الإضافية. كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه سيتم طوال 6 أشهر استخدام 1,000,000 برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط.
أعربت مصر بالبيان الصادر عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمتضمن الإعلان عن هدنة لمدة شهرين اعتبارا من الغد. أعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية عن تطلعها إلى أن تسهم الهدنة في دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ودعم مبادرات الحل السياسي بما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله ويصون مقدرات شعبه وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين باليمن وبدء لقاءات بين طرفي الحكومة وقوات الحوثي. من جانبه أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ترتيبات إطلاق سراح أسرى وفتح مطار صنعاء. كما أعلن بن مبارك عن إطلاق سفن للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وأشار إلى أن الخطوة تأتي بناء على توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدعم المبادرات الإقليمية والدولية الداعية إلى الهدنة بين أطراف الأزمة اليمنية. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن تكون هناك حلول فردية، مشددا على رفض الحوار مع الفاسدين ومن حاولوا إسقاط الدولة. كذلك خلال لقاء سعيد مع رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية كلير بازي، حيث تناول هذا اللقاء بحث أوجه التعاون بين تونس واللجنة من خلال القانون. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 45 قافلة طبية مجانية بالمناطق النائية والمحرومة من الخدمة الصحية خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أوضح بيان للوزارة أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأشار البيان إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية. شهدت محافظة كفر الشيخ وصول 12 ألف كرتونة رمضان كدفعة أولى لمؤسسة حياة كريمة لتوزيعها للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومدن المحافظة. وأوضح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن كراتين المواد الغذائية تلك تأتي كمرحلة أولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في قرى ومدن ومراكز المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. وأكد نور الدين على سعي الدولة المستمر في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. قال محافظ المنيا أسامة القاضي إن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل تنظيم القوافل الطبية المتنوعة في إطار جهود الدولة لإيصال الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا محمد نادي أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية ريحانة بمركز أبو قرقاس تضمنت مختلف التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، ونتج عنها توقيع الكشف الطبي على 2160 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان. نجحت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع بعثات إندونيسيا والمكسيك واليونان ورومانيا في اعتماد قرار من مجلس حقوق الإنسان بالإجماع يطالب المجلس بإجراء دراسة تحليلية بشأن تداعيات تغير المناخ على حقوق العمال وأهمية دعم سياسات الدول النامية للتكيف مع تداعيات تغير المناخ. صرح السفير أحمد جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف
أن القرار يؤكد أن الحق في العمل ليس ضروريا فقط لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، وإنما هو جزء لا يتجزأ من الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين. وأضاف جمال الدين أن القرار نوه إلى أنه ينبغي على الدول حظر العمل الجبري والإلزامي ومعاقبة المتسببين في هذه الجرائم والسعي إلى تقديم الدعم المناسب للضحايا. افتتح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومفتي الجمهورية شوقي علام مسجد السيدة خديجة بنت خويلد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. من جانبه أكد وزير الأوقاف على وجود نقلة نوعية بعدد المساجد التي يتم افتتاحها سواء من حيث الإنشاء الجديد أو الإحلال والتجديد والترميم، مشيرا إلى افتتاح 89 مسجدا اليوم على مستوى الجمهورية من بينها 74 مسجدا جديدا. من جانبه أوضح محافظ الجيزة أن افتتاح المسجد يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومية، مؤكدا اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري. بدأت اليوم أعمال توريد القمح المحلي لموسم 2022، حيث انتظمت كافة اللجان في عملها بالمواقع منذ الصباح الباكر، ما يعكس حرص ووعي المزارع المصري على توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم. استعدت الحكومة لموسم التوريد هذا العام بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، وتتنوع ما بين الصوامع والهناجر والشون المطورة. ويستمر موسم التوريد اعتبارا من اليوم وحتى نهاية أغسطس من عام 2022، ومن المستهدف استقبال ما يقرب من 6 ملايين طن قمح محلي. بدأ في محافظة جنوب سيناء موسم حصاد القمح لتكون من أولى المحافظات التي تبدأ فعليا في حصاده. وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح بجنوب سيناء 560 فدانا موزعة على مختلف مراكز المحافظة، لا سيما بمنطقتي الطور ورأس سدر. تتلألأ مزارع جنوب سيناء بالسنابل الذهبية معلنة حصاد القمح مع بداية شمس فصل الصيف، ويبدأ المزارعون بالتحضير لموسم الحصاد الذي كان نتاج عمل وتحضير لما قبل الشتاء، إذ نجحت جنوب سيناء لتكون من أولى المحافظات التي تبدأ فعليا في حصاد القمح على مساحة 560 فدانا موزعة على مختلف مراكز المحافظة خاصة في الطور ورأس سدر. احنا في حقل إرشاد من النوع مزروع بصنف مصر 3، الصنف الواعد إن شاء الله في محافظة جنوب سيناء. احنا الحمد لله بنحتفي النهاردة بيوم حصاد، ومن أولى محافظات الجمهورية التي قامت بحصاد القمح هي محافظة جنوب سيناء. أهالينا المزارعين بننصحهم أن يوردوا كامل إنتاجهم من الأقماح هذا العام إلى المطاحن، واللي بتسع 6 مليون طن على مستوى الإنتاج القومي. وإن شاء الله احنا بنستبشر خير من اهلنا المواطنين المزارعين ان هم يوردوا كامل كمياتهم ان شاء الله. يوم حصاد القمح في منطقه مميزه جدا من مصرنا الحبيبه، منطقه جنوب سيناء وخصوصا منطقه الطور، وعايز ابلغ حضراتكم ان الصوره مشرقه جدا جدا كظروف مناخيه وطبيعه تربه وميه ري، فعلا فعلا ادتنا جوده وانتاجيه عاليه جدا جدا من محصول زي القمح اللي بيعتبر بالنسبه لمصر محصول استراتيجي القياده السياسيه بتوليه اهتمام كبير جدا. انتاجيه الفدان الواحد في جنوب سيناء بلغت حوالي 22 اردبا من اجود انواع القمح جيزه 171، وهو من الاصناف ذات الانتاجيه المرتفعه عاليه الجوده الى جانب انواع اخرى. وزراعه وحصد صنف قمح المكرونه بني سويف 95 بعد عمل ساهم به مركز بحوث الصحراء بتوفير السماد للمزارعين في جنوب سيناء. إن شاء الله بنأمل أن الإنتاجية لا تقل عن 20 أردب. ده كانت تجربة، وتجربة الحمد لله ناجحة. ده نتيجة جهود الدولة ونتيجة جهود وزارة الزراعة معانا، أن هي ادتنا تقاوي مجانا وادتنا دعم فني، وده نتيجة برضو أن احنا الفريق العمل معانا إن شاء الله عمل جهدي طيب. السنة دي بإذن الله هيبقى موسم الغلة يبقى مجزي جدا، لأن ممنوع تداول القمح في أي محافظة ومش هيخرج من المحافظة، في كل القمح إن شاء الله بإذن الله السنة دي هنجمعه عندنا. ورغم ندرة المياه في جنوب سيناء، إلا أن المزارعين تحدوا الظروف
لتخرج الأرض القمح عن طريق التنقيط وطرق الري الحديث، ليحصل القمح عن طريق جرار الحصاد الحديث قبل ربطه ونقله إلى ماكينة الدراسة، استعداداً للتوريد بما يساعد محافظة جنوب سيناء على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وإمداد المحافظات الأخرى بفائض إنتاجها. أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة مراسم قرعة دور المجموعات لكأس العالم 2022، وستقام البطولة في قطر خلال الفترة من 21 من نوفمبر إلى 18 من ديسمبر بمشاركة 32 منتخبا تأهل منهم 29 منتخبا، فيما تبقت 3 مقاعد سيتم حسمها في شهر يونيو القادم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت نهارا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. هذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. Thank you.
وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولا يتبقى سوى تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان، ويتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية. بوتين يبحث مع لوكاشينكو تطورات الأزمة الأوكرانية، والاتحاد الأوروبي يطالب الصين بعدم مساعدة موسكو في التحايل على العقوبات الغربية. الأمم المتحدة تعلن عن التوصل إلى هدنة لمدة شهرين باليمن، وبدء لقاءات بين طرفي الحكومة وقوات الحوثي. نهاية النشرة، لكن التاسعة ما زالت مستمرة مع الإعلامية دينا عبد الكريم. مساء الخير. مساء الخير يا دينا. مساء النور رغدة، ومساء النور ريهام، وكل سنة وانتم بألف خير. وانت طيبة خير، وكل مبسوطة يعني بالأزرق اللي انتم عاملينه كده في استقبال شهر رمضان. دايما يا رب كلنا طيبين. كل سنة وانت طيبة، وهسيبك طبعا للحلقة، أكيد النهاردة عندك فقرات مختلفة يعني. بالتوفيق يا رب. بالتأكيد بنحاول نحتفل مع الناس، ونبدأ مع حضراتكم بعد شكر خاص لفريق نشرة التاسعة، نبدأ مع حضراتكم فقرات برنامج التاسعة.